وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع الإلكترونية. في المحاضرة السابقة تعلمنا كيفية إنشاء الهيدر اللي هو يتكون من القائمة واللوجو. في هذه المحاضرة راح نتعلم اللي هو هذا الجزء وكما نوهنا إنه يسمى سلايدر. طيب هذا الجزء راح نضيف له ديف هنا بالأسفل. طبعا هذا كملنا الهيدر كمل الهيدر نجي هنا نضيف ديف جديد راح نكتب دي اي في وراح نضيف له كلاس نسميه مثلا سلايدر وطبعا اضغط على تاب انزل انتر مثل ما تعلمنا نجي هنا نكتب يعني نضيف تعليق اللي هو شفتو اي وراح نكتب مثلا ستارت سلايدر ممكن ناخذ كوبي ونضيفه هنا والستارت ممكن تصير اند مثل ما تلاحظون هذه التعليقات تنبهنا يعني مثلا هذا الهيدر يتكون من هذا الجزء وينتهي بهذا الجزء فقط هذا للتنويه طيب هذا الديف سلايدر راح نعطيه باك جراوند هذا الباك جراوند مثلا نجي هنا بالتنسيق نكتب دوت سلايدر وراح نضيف له مثلا باك جراوند مثلا راح يكون هذا اللون نجعل control كنترول اس اذا اجي هنا كل شيء ما راح يظهر لان هو عبارة عن ديف فارغ فراح اعطيه ارتفاع حتى يبين الباك جراوند راح نكتب هايت مثلا راح نعطيه خمسين بي اكس مجرد أن اعطيته هايت راح يبين عندي الدف ممكن انه يكون خمسمية كنترول اس راح الاحظ انه هذا الدف طيب فاذا هذا الدف الباك جراوند الخاص به هو لون اخضر بنفس الوقت الفكره هنا هو عباره عن دف هذا الدف الباك جراوند بكان ملون هو عباره عن صوره باك صوريه فعندنا امر هنا ال CSS طبعا هذا الامر آه اللي هو اسمه background image طبعا ممكن ان نلغي الهايت background image فنجي لهنا background image ال background image يحتاج آه URL ال URL اللي هو امتداد الصورة اللي راح تكون background فاحنا الصورة عندنا موجودة بملف آه image فراح نجي طبعا ممكن نختار هنا ناخذ اسمها طبعا كنترول اي كنترول سي ناخذ الاسم ونجي نكتب هنا اي ام جي سلاش ونضيف الصورة اذا نجي لهنا نسوي رفرش ايضا ما راح تظهر الصورة طيب ليش لان هو عبارة عن دب فارغ فلازم نضيف له هايت راح يكون الهايت مثلا 500 بي اكس راح الاحظ ان الصورة راح تظهر بشكل ممتاز طيب اذا لاحظ ان الصورة متكررة اكثر من مرة الى ان يمتلئ عندي الدف لان حجم الصورة صغير طيب فاول فقرة لازم الغي التكرار فحتى نلغي التكرار ايضا عندنا امر جديد عندنا امر اللي هو اسمه باك جراوند نجي نكتب باك جراوند طبعا نجي ننزل هنا بالاسفل باك جراوند repeat هذا راح نقول له نو no repeat يعني بدون تكرار هذا الامر اللي هو باك جراوند الجواب اللي هو نو no repeat راح يلغي لي التكرار مثل ما تلاحظون انه صوره وحيده بدون تكرار طيب حتى اخلي هذه الصوره تمتلئ على قد الشاشه بغض النظر عن حجمها عندي شيء اسمه باك جراوند سايز طبعا هذا الباك جراوند سايز طبعا باك جراوند سايز عندي اسمه كفر الكفر اللي هو كنترول اس اللي هو راح يخلي لي عرض الصوره على بعرض الشاشه يعني سواء انه الشاشه كبيره راح يكبر للصوره شاشه صغيره راح يصغر للصوره يعني انا اذا خليت قياس واحد مثلا خليت الف بكسل اذا كبرت الشاشة الالف ما راح يتناسق واذا صغرت ايضا ما راح يتناسق فبالتالي راح تكون عملية مزعجة اما الخيار كفر اللي هو من خلال الباك جراوند هذا الباك جراوند كفر الكفر يخلي لي عرض الصورة بقد عرض الشاشة فبالتالي لما اسوي رفرش راح الاحظ ان الصورة اصبحت بعرض الشاشة طيب اذا لاحظ ان الصورة هنا أنا يعني من الاسفل يعني غير مكتملة ممكن نضيف بعد بالارتفاع ممكن يكون خمسمية وعشرين مثلا كنترول اس او ممكن يكون خمسمية وعشرة كنترول اس مثل ما تلاحظون اصبح عندي هنا الصورة متناسقة جدا وطبعا اكتمل عندي هذا الديف اللي هو بالباك جراوند طيب اذا نجي للموقع عدنا هنا بداخل هذا الديف عدنا هنا اتش1 وعندنا هنا لينك طيب نجي بداخل الديف هذا الديف اللي احنا انشأناه هذا الديف هذا اللي هو السلايدر بداخله راح نضيف اتش1 نكتب هنا ممكن نضيف مسافه نكتب اتش1 وتاب وراح اكتب مثلا بهاء وورد مثلا كنترول اس اذا نجي هنا نجري ريفرش راح الاحظ انه هذه بهاء وورد اصبحت بهذه المنطقه هذه بهاء وورد لو حبيت انقلها الى اليسار من خلال الفلاوت فاجي اللي هنا فنجي اللي هنا ننسقها أه طبعا بالاعلى راح نجي هنا بالاعلى عندنا الدف سلايدر راح نجي دوت سلايدر وياها h 1 طبعا هنا مثل ما تلاحظون انه هذه h 1 هذه اللي هي الاتش1 لو ردت انا سقها لازم اول مره اكتب الدف الحاضن لها اللي هو السلايدر ومن ثم اوصل للسلايدر واكتب مثلا فلاوت راح اكتب مثلا ليفت كنترول اس اذا لاحظ انه اصبحت من اليسار ممتاز طيب الان راح نعطيها لون ابيض راح نكتب مثلا color راح نضيف اللون الابيض اللي هو هاشتاج اف اف وممكن نعطيها فونت سايز نكبرها اكثر راح تكون فونت سايز خمسين بيكسل وطبعا مثل ما تلاحظون ممتازة جدا ممكن اذا اريد ننزلها من خلال المارجن فراح نضيف لها مارجن توب من الاعلى ممكن يكون مية وخمسين بيكسل ممتاز ممكن 150 هواي اذا لاحظ الصورة نعم ممكن يكون 100 100 بيكسل كنترول اس ممتاز جدا اسفل هذه البهاء وورد ممكن نضيف اللينك هذا اللينك اللي تشوفوه هذا اللينك اللي هو تشوفوه امامكم حتى نضيف هذا اللينك طبعا هذا عندنا h 1 اسفله بداخل السلايدر راح نضيف اللينك حتى نضيف اللينك دائما اللينك قلنا اللي هو الاي نضيف اي وطبعا نضغط على تاب راح يضيف لنا هذه الاي وراح نخلي الرابط اللي هو راح يكون هاشتاج طيب بداخل الاي لابد انه نضيف اتش 1 او اتش 2 حتى نقدر ننسقه بشكل مباشر وراح نضيف بداخل الاي H2 راح نكتب هنا H2 H2 تاب وراح يضيف لنا هذا ال H2 فصار عندنا هنا A بداية وال A النهاية وبداخله عندنا ال H2 اللي هو بداية ونهاية وراح نكتب مثلا اشترك في المنصة او اشترك الان Ctrl S ونجي هنا أنا على ريفرش مثل ما تلاحظون اصبحت عندنا هذه اللي هي اشترك الان ممتاز خلينا نجي نسقها بهذا المكان طبعا ايضا هنا عندنا سلايدر دوت سلايدر ومن ثم h 2 راح نجي هنا أنا اول فقرة ننطيها فلاوت وراح تكون ليفت نشوف طيب نجري رفرش راح نلاحظ انه اصبحت بهذا المكان طيب طبعا هو من المفترض انه هذا البهاء وورد بالبداية المفروض يكون بالاعلى وهذه اشترك الان المفروض تكون بالاسفل حسب ترتيب الكود مثل ما نلاحظ هنا أنا اول مرة الاتش1 وبعدين عندنا الاي فصارت عندنا هذه المشكله بسبب ال HTML5 وبسبب انه احنا ما مستخدمين بوتستراب وبالتالي لازم نجري بعض التعديلات حتى نعالج هذه المشكله اولا من ضمن التعديلات هذه راح نعطيها دايركشن وليس فلاوت راح نعطيها اتجاه للصفحه من اليسار الى اليمين راح تجي هنا بشكل مباشر وهذا الجزء راح نعطيه فلاوت يعني هذا يكون دايركشن وهذا الجزء راح نعطيه فلاوت نفس الوقت راح نحول المارجن الى بادنج طبعا هذه الحلول هي حلول مؤقتة فقط حاليا ان شاء الله من راح نستخدم بوتستراب راح تكون العملية اسهل ان شاء الله طيب فنجي هنا أنا بالتنسيق هذا ال H1 راح نعطيه مكان ما فلاوت راح نعطيه دايركشن فنكتب هنا دي اي دايركشن نكتب دي اي ار دايركشن وراح نعطي ليفت تو رايت بنفس الوقت انه المارجن راح يتحول من مارجن توب الى بادنج توب راح يكون البادينغ توب اللي هو 100 نجي على كنترول اس يعني فقط احنا حولنا الدايركشن او الفلاوت الى دايركشن بالنسبه لاتش1 والمارجن توب حولناه الى بادنج توب حتى نعالج هذه المشكلة ممتاز مثل ما تلاحظون انه اصبحت عندنا اول مرة ال 1 ومن ثم اصبح عندنا اللينك هسه نحتاج انه ننطي بادنج من اليسار حتى يزحف الى اليمين نجي هنا راح ننطي بادنج ليفت ممكن يكون ايضا مية او سبعين بي اكس ممتاز آه، اللينك ايضا راح يكون بنفس الطريقة ايضا راح نعطي آه، بادينج من اليسار بادينج من اليسار راح يكون بادينج ليفت ايضا راح يكون سبعين آه، بي اكس كنترول اس وطبعا مثل تلاحظون ممتاز اصبح عندنا تقريبا نفس التصميم ما عدا نحتاج ننسق اللينك حتى يكون بهذه الطريقة اولا راح ننطي background background color راح تكون بنفس اللون اللي هو اللون التركوازي هذا هذا اللون راح ناخذه ctrl c وراح نضيفه هنا كنترول V اذا لاحظ انه ممتاز بعد انه يحتاج انه ننطي width راح يكون مثلا الويدث مية بي اكس بعد يحتاج ننطي بادينج او خلينا نشوف النتائج حتى نقارن احتياجنا ممتاز اذا لاحظ انه النصوص ملتصقه بالباك جراوند ممكن نعطي بادنج حتى يصير عندنا ازاحه بادنج راح يكون هذا البادنج مثلا مثلا 15 بي اكس ممتاز وطبعا ممكن نعطي مارجنج من اليسار يعني اذا لاحظ هنا عندنا ملتصق في اليسار ممكن نعطي مارجنج بنفس المارجنج اللي مبتعد عنا النص بالاعلى مارجن آه طبعا مارجن ليفت يكون سبعين بي اكس ممتاز جدا اذا لاحظ ان البادنج بالاسفل كبير مقارنة بالحجم هنا أنا. صغير ممكن يكون عشرة طبعا آه يعني هنا أنا خمستعش ممكن يصير عشرة وطبعا آه الودث ممكن يكون ثمانين كنترول اس ما تلاحظون هنا أنا كبير طبعا ثمانين صغير ممكن يكون تسعين كنترول اس انا هنانا هنا ممتاز جدا فقط الان ننطي كولر طبعا هنا لازم ننطي كولر سي او كولر راح يكون ابيض كنترول اس ممتاز ويحتاج له بوردر مثل ما تلاحظون هنا عندنا بوردر هذا البوردر اللي هو باللون الابيض فنجي هنا نضيف بوردر بي او بوردل راح يكون آه اللون ابيض ومن ثم سوليد ومن ثم اثنين بيكسل اللي هو سمك الاطار اذا اجي ريفرش ممتاز اصبح عندنا آه هذا الموقع يتكون من هيدر واللي هو السلايدر فقط عندنا هنا صار عندي عمليه سحف او فارق بين الهيدر والسلايدر طبعا هالشي يصير عندنا لان نستخدم اتش تي بدون بوت ممكن ان شاء الله راح نحل هاي المشكله بالبوت ولكن حاليا هذا الديف اللي هو السلايدر راح نعطيه مارجن بالسالب حتى يصعد الى الاعلى طبعا نجي الى اللي هو الديف الرئيسي اللي هو الديف هذا السلايدر راح نعطيه مارجن توب هذا السلايدر راح نعطيه مارجن توب مارجن من الاعلى مارجن توب اللي هو طبعا هذا السلايدر راح نعطيه مثلا ناقصا 20 بي اكس طبعا هذا هو السلايدر هذا اللي هو هذا الديف هو السلايدر فراح نعطيه مارجن الى الاعلى انطيناه 20 مثلا نجرب ونشوف ريفرش 20 بعد يحتاج مثلا يكون 25 طبعا ضروري ان يكون بالناقص كنترول اس ممكن ثلاثين ممتاز كنترول اس طبعا ممكن يكون ثلاثة وثلاثين طبعا نجي نجرب اكو طريقة اخرى اللي هي فحص العنصر بس ما نريد نطبقها هسه نريد شوية نتعرف اكثر بعد على العناصر وننتقل الها ممتاز جدا الان اصبح عندي الموقع متكامل ممكن عندي هنا أنا ايضا الديف اللي هو الخاص بالهيدر ممكن انطيه مارجن بي السالب حتى يصعد نجي الى الديف اللي هو هذا هيدر ممكن نعطيه مارجن توب في السالب مثلا ممكن يكون 15 طبعا لازم سالب 15 بي اكس كنترول اس اصبح عندنا الموقع متكامل يتكون من الشريط العلوي اللي هو يسمى هيدر والجزء السفلي اللي هو الفوتر الان بدات تتكون ملامح الموقع من خلال الهيدر والسلايدر طبعا مثل ما تلاحظون احنا عملنا الجزء اللي بالاعلى والجزء اللي بالاسفل طبعا اعتقد ان هذني اصعب جزئين بالموقع عندنا هذه الاجزاء بسيطه جدا وراح تشوفون كلش سهله وبسيطة ان شاء الله قدرنا نكمل الجزء الصعب واكيد طبعا مو صعب عليكم لان انتم ان شاء الله اهلا لعمل هذا الموقع واصعب ان شاء الله. طبعا في حال لو شفتوا ان المحاضره شويه صعبه ومعقده ممكن تعيدوها مره مرتين وتطبقون وبالتالي راح تكون سهله وبسيطه. وطبعا حتى لا يكون حجم الفيديو كبير سنكمل بقيه اجزاء الموقع في المحاضرات القادمه. نلتقيكم في المحاضره القادمه باذنه تعالى.